تحياتي اخواتي محبي الرياضيات، قدامنا معادلة عايزين نحللها ونشوف قيمة الاكس بكام. اكس تربيع ناقص اكس تكعيب يساوي 12. طبعا دي معرض في التحليل. عندي هنا ادي الاكس تربيع ماينص اكس تكعيب، هندخل ال 12 ننقلها الجهة الشمال ب سالب 12 يساوي 0. طيب هنا نبدأ نحلل ال 12، يبقى اكس تربيع ناقص اكس تكعيب ناقص ال 12 هنعملها ناقص 4 ناقص 8 يساوي 0. ناخد ناقص 4 مع اكس تربيع، يبقى اكس تربيع ناقص 4 ناقص اكس تكعيب ناقص 8 يساوي 0. اكس تربيع ناقص الاربعة نعملها اتنين تربيع ناقص اكس تكعيب تمانية نعملها اتنين تكعيب يساوي زيرو. تعالى ناخد دول مع بعض وناخد دول مع بعض، اصبح هنا اكس تربيع ناقص اتنين تربيع، اخد سالب مشترك، تبقى اكس تكعيب ناقص اتنين هنا انا خدت سالب مشترك فكأني بقسم عليها، هتبقى دي موجب سالب على سالب موجب، اتنين تكعيب يساوي زيرو. ده اسمه فرق بين مربعين، وده مجموع مكعبين. يبقى هنا عبارة عن حاصل ضرب قوسين، هنا اكس ناقص اتنين اكس زائد اتنين ناقص، نفتح قوس كبير عشان هنا في سالب قدام، هنحصل على تحليل فرق بين مكعبين. الاكس تكعيب زائد اتنين تكعيب، يبقى هنا عبارة عن اكس زائد اتنين، نربع الاول اكس تربيع، نخلف الاشارة الاول في التاني، اتنين اكس زائد اربعة، يبقى اصبح هنا اكس ناقص اتنين ضرب اكس زائد اتنين، هنضرب السالب هنا كده، يبقى سالب كوس اكس زائد اتنين في اكس تربيع ناقص اتنين اكس زائد اربعة. هنا هناخد عامل مشترك، هنا هاخد عامل مشترك، هنا اكس زائد اتنين، هنا اكس زائد اتنين، يبقى اكس زائد اتنين ناخدها عامل مشترك، هيتبقى اكس ناقص اتنين، انا خدت دي عامل مشترك، يتبقى السالب هيتضرب في ده كله فهيغير الاشارات دي كلها، يبقى عبارة عن سالب اكس تربيع، سالب في سالب هيبقى موجب اتنين اكس، سالب في موجب هيدي سالب اربعة. تمام، هنا الوقت نصفها شوية، يبقى هنا اكس زائد اتنين في هنا سالب اكس تربيع ناخدها الاول، يبقى سالب اكس تربيع خلاص خدناها، يتبقى هنا اتنين اكس واكس يبقى موجب تلاتة اكس، ناقص اتنين وناقص اربعة يبقى ناقص ستة، طبعا كل ده بيساوي زيرو. اصبح هنا هنضرب، هنا شايفين سالب، هنضرب في سالب واحد في الطرفين عشان عايزين نغير الاشارة، السالب قدام اكس تربيع، يتبقى اكس زائد اتنين، اما نضرب دي في سالب كل المعادلة في سالب يبقى هتخلف جميع الاشارات، يبقى اكس تربيع ناقص تلاتة اكس موجب ستة يساوي زيرو. اصبح هنا حاصل ضرب قوسين يساوي صفر، اما الاول بصفر او التاني بصفر، يبقى اما اكس زائد اتنين هيساوي صفر، ومنه اذا الاكس هتساوي اول قيمة جابناها، هي قيمة حقيقية عبارة اكس تساوي سالب اتنين. طيب قلنا حاصل ضرب قوسين يساوي صفر، اما الاول بصفر وحصلنا منه الاكس بسالب اتنين، نشوف القوس التاني، اكس تربيع
ناقص 3x زائد 6 يساوي 0. عشان نحلل هذا المقدار الثلاثي يبقى نقول ان الـ A بتساوي 1، الـ B بتساوي سالب 3، والـ C بتساوي 6. ونبدأ نستخدم اللي هو القانون، زي ما احنا بنقول عليه القانون، ان الـ X اللي احنا بندور عليها اللي هي هتكون رقم 2 والـ 3 عبارة عن شرطة كسر سالب بي موجب او سالب جذر التربيعي بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. نعوض بساوي شرطة كسر سالب بي والبي بسالب 3 يبقى موجب 3 زائد او ناقص جذر تربيعي بي تربيع يعني 3 تربيع ب9 ناقص 4 ضرب الاي بواحد والسي بستة يبقى الاربعة بستة باربعة وعشرين على 2 في 1 يبقى كام؟ ب2. البي دي احنا قلنا عبارة عن هي سالب بي يعني تبقى موجب 3. تمام. يبقى عبارة عن سالب بي يعني سالب، وخلفنا هنا الإشارة، خلي بالك احنا خلفنا هنا الإشارة في السالب، يبقى إذن بموجب 3 يعني هيساوي شرطة الكسر 3 زائد أو ناقص جذر 9 ناقص 24 يبقى سالب 15 على